بعد مباراة سيبا تعادل الأهلي والإنتاج الحربي 1-1 أحرز الإنتاج الحربي هدفه الأول في الشوط الأول من المباراة، وتعادل الأهلي في الشوط الثاني. كابتن علاء ميهور، شفت المباراة ازاي؟ الشوط الثاني بقى الأول اتكلمنا عليها وعجالة كده، لكن الحمد لله خلصنا الأخطاء اللي كانت موجودة. توقعنا ان الشوط الثاني يبقى العامل البدني اللي عامل كبير قوي، واضح ان الانتاج تقريبا مش كوره خطر في الشوط الثاني. بدنيا الاهلي كان اقوى بدنيا، ده طبيعي الانتاج الحربي مبدئيا، بس لازم كل التحليل الانتاج الحربي ومختار واللعيبه، لان اللي عملوه النهارده اعتقد حاجه مش حد متوقعها خالص ولا حتى اللعيبه بتاعت الانتاج الاداء ده، لكن هم أداء رجولي ساعدهم بداية المباراة انفراد بهدف إضاعة ضربة جزاء للنادي الأهلي. معظم النادي الأهلي مش في نص مستواها دي ماشي مقبول، وممكن نكون بعد المباراة هيقابلك كده بعد فترة طويلة دي. انت بدنيا كويس، بس ممكن بعض اللعيبة الفنية تتأثر. يعني النهارده انت عملت كده لكمل التمريرات المقطوعة والميسبول زي يقولوا، تلاقي كم مهول عمرها ما حصلت. ودي ده اساس الكوره، كره القدم اساسها استلام وتسلم. لو بتسلم غلط بتدافع، بتسلم غلط كتير قوي، اخطاء كتير جدا، ومن اللعيبه صعب تعمل الاخطاء دي. فالنهارده ماشي النهارده، يعني اللي انا عايز اقوله النهارده المباراه ممكن نستفاد منها تعادل الحمد لله مش خساره، يطلع منها بيشوف الاخطاء، شوفش اجابات النهارده، اجابات قليله جدا يا ايمن. الاجابات النهارده لو شفناها انت طمنت على معظم لعبتك بدنيا انت لاخر دقيقه بتجري، مفيش اي مشكله خالص. ودي حاجه ايجابيه النهارده. لكن بص بقى السلبيات النهارده، ممكن يحصل ان عندك خمس ست لعيبه تحصل مش في مستواها، طبيعي جدا في كره القدم، طبيعي جدا بعد الطويل ده، كل الحاجات دي مقبوله. لكن اللي مش مقبول ان الاخطاء تتكرر تاني. هو ده دي حاجه مش مقبوله انك داخل على مباراه تقيله، يعني انت دايما ان شاء الله للوداد تبقى احسن مستويات بدنيا وفنيا وكل حاجه خاصه بيك كلاعب كره فردي وجماعيه، لان مهم جدا مباراه الوداد ان شاء الله توصل فورمه، انت مطمن على نفسك. ماشي، كل اخطاء دي مقبوله، صلح اخطاء النهارده، المشاكل الدفاعيه موجوده النهارده، وكان كلنا اتكلمنا النهارده عن المشاكل الدفاعيه، الوقفه كله طالع مع بعض، استنى الحاجات دي كلها استفدنا حتى من بدري كده، برضو حاجه جديده على دفاع نادي النهارده يا ايمن، يعني جديد قوي انك تقابل بدري قوي ومش مغطي نفسك، بتطلع غالبا كله على نفس الخط، بس تفرق خطوه واتنين، جيب منها الهدف. ما بلومش حد، حتى ناس حمداني، لا محمد هاني انا بلوم على خط الدفاع كله، كله على اللي ورا، وقدامهم اتنين مهمين جدا جدا جدا، ديانجو وعمرو السولية. النهارده من بمنتهى الامانه اقل مباراه النهارده دفاعيا وهجوميا، كان عمرو الحسن الوحيد النهارده الهدف، وبرده كنا في شويه حظ، خبط في ريمان احمد شديد وغير اتجاهها، لكن لا النهارده مش عاجبني، حتى الدفاع دايما بيطمنك، نص ملعب قوي جدا. كنا اتكلمنا في استوديو سابق على الطفره اللي حصلت لعمرو السولية وديانج، حته ان هو بيكملوا الهجمه دفاعيا كويس، اول وقت عندهم مميزات، النهارده تسديده زي ما كنا اتكلمنا عليها قبل كده، اتعادل 1-1، لكن عندك يعني الهدف دي، عندك كفاءه عاديه طبعا، ممتازه انك تران 1-0 في الشوط الثاني، بقول لك بدنيا حتى كويس قوي، فانت عامل كفاءه احنا عشان الشاشه دي، يعني ثلاثة ست لعيبه انتاج، لكن يحسب عمرو التمركز، يحسب ديانج لباتجي ان هو لعب الكره لبره، برضه حسنات اللي عملها في المباراه النهارده، عمل حلو قوي بره، استخدم حته الذكاء والهدوء، وعمرو زي ما بقول لك تمركز كويس قوي، تسديده حلوه، خبطت ودخل الجول، تعادل طبعا اكيد احسن من هزيمه، لكن بقول استفاد النهارده مباراه اخطاء كتير قوي، حلوه على فكره، الحاجات دي ما تزعلش في كره القدم، وفرق كبيره لما عندك اخطاء كده كتير
مش عيب, مش عيب على فكره, بس انا متاكد منه ايمن ان انا اشوف النادي الاهلي في المستوى ده النهارده, المستوى اللي هو متوسط, مش هشوفه تاني خالص, واكيد فايلر مش هيسيب الحاله النهارده تعدي, لازم يعرف الاسباب. هل هو استسهال المباراة؟ هل هو مش مد المباراة؟ هل الكلام كتير على الانتاج الحربي ادى بعض الحال للعيبة؟ زي ما كابتن عيال قال ان شفنا مجموعة كبيرة جدا من النادي الاهلي بره مستواه, ولا نص مستواه فعلا. هل الكلام اللي كان بيتقال ان انتاج الحربي ناقص كذا لعيب ومش دي الفرقه الاساسيه بتاعته وان هم بقالهم 6 شهور ما لعبوش وكابتن مطر الفتره اللي فاتت كان بعيد عنهم, ده اثر على بداياتنا في المباراه؟ انا هجيب بس مباراه امبي, احنا اتفقنا قبل مباراه امبي ما تبدا ان وارد ان ده المستوى, كان هو ما تبقاش احسن حاجه. مباراه هتيجي بدنيا هتجيب نفسك بدنيا, فبالتالي فنيا هتيجي, وخلينا متفقين ان مباراه امبي برده ما كانتش احسن حاجه, ما كناش برده ما وصلناش 50% من مستوانا. النهارده برده نفس الشيء, ممكن يكون النهارده في ايجابيات في المباراه انك دخلت جول وعايز تعادل, دي حاجه مهمه برده, حاجه من الحاجات المهمه بتديك دافع اكتر, في صدمه جات لك انت عايز تشتغل عليها, عايز تعادل وعايز تكسب, دي حاجه برده من ايجابيات النهارده. انا بس في نقطه عايز اتكلم فيها برده كده, في ماتش انك لما تيجي تغير وقت تغيير المراكز, لما تغير وانت في التوب فورم بتاعتها بتدي مردود كويس, لكن لما تغير وانت الفرقه لسه راجع من توقف اربع او خمس شهور, الامور فيها شويه صعوبه. بمعنى ان في لعيبه مثلا زي مجدي قفشه, معدلات الجري بتاعته ممكن مثلا في المباراه يجري 10 كيلو, بس السبرنتات فيهم الحاجات اللي فيها سرعات في مركزه غير في مركز تاني, يعني سرعاته وهو بيلعب وينج او بيلعب على طرف من الاطراف غير لما بيكون في نص الملعب, المسافات بتختلف, فكم الجري بتاعه بيختلف, ودي طبيعته, دي حاجه من الحاجات بالنسبه لقفشه. هو مجدي قفشه الهجمه بتاعته بالظبط, ان هو اللي موجود على طرف الاطراف. فدي نقطه من النقط, انك لما بتغير اماكن اللعيبه ما بيدوكش المردود اللي متخيله في الكوره فنيا. وانا برضو عندي سنه قلق, ممكن يكون الخواجه بيجرب حاجات ثانيه لمباراه الوداد, ولكن انا شايف ان كتر تغيير المراكز ممكن يفقد اللعيبه بتاعتهم, يعني ممكن يبقى لعيب هو داخل الدوري بعد فتره طويله يرجع عايز يلعب ماتشات وعايز يرجع نفسه, يصطدم بان هو في موقف في الملعب مش متعود عليها, فممكن تاخد من ثقته. فدي برضو عامل فيها مغامره شويه. ممكن انا بشتغل على حاجه ثانيه دلوقتي, انا موجود, يعني بتتكلم قفشه ما بيلعبش مكانه, ما بيلعبش مكان اللي متعود عليه. جيرالدو نفس الشيء, متغير. فدي برضه انا شايف ان احنا محتاجين, كان بقالك فتره بعيد محتاج ان انت تثبت الفريق كل لعيب في مكانه, ولما تيجي تبني فكره ثانيه تبني الفكره واللعيبه جاهزه. طب ده نتيجه ايه؟ اريحيه مثلا فايلر, ممكن ان هو يكون شايف ان في اريحيه في الدوري, فرق النقط كتير, ممكن يكون هو بيبني فكره ثانيه لمباراه الوداد, ولكن ده مش وحش, ده كويس, مش مشكله, وانك بتلاقي اخطاء وبتعالجها, ولكن برضه مهمه ان انا لعبت ما تفقدش الثقه في نفسها, بدل ما الماتشات دي تجيبني انا كلاعب بقالي خمس ما بلعبش, ممكن النهارده مثلا اطلع قفشه مثلا ايا كان هتاخد منه, طبيعي اللعيب بيسمع اللعيب بيشوف ايه اللي بيقال عليه, فدي هتاخد من اللعيب. فانا شايف ان المهم لا ايجابيه لو انا في مكاني كنت بقى ايجابيه, لو انا الماتشات دي ايجابيه, الانتقاد نفسه ممكن يعادل يبقى بطريقه غير ايجابيه, فزك لا انا في عقليه اللعيب المصري قليله جدا, خد بالك, يعني هياخد اكتر لما تلاقي لعيب. فانا قصدي ان هو بدل ما ده الوقت اللي ارجع فيه نفسي, في حاجات بتتاخد مني, في مواقف بتتاخد مني, انا لا انا عندي اكتر من كده, في حين ان هو لو كل لعيب بيلعب في مركزه هيديك المردود الاعلى, بدليل ان كل لعيب لما رجع مركزه اداك المردود الاحسن بتاعه. قفشه في الشوط الثاني وقت من الاوقات كتير بيشتغل في قلب الملعب, ما بيشتغلش على الاطراف, وحتى لما نزل وليد سليمان, حتى تبادلات مع وليد سليمان
واجايه كان حاجات كلها في قلب الملعب مش عرفات في المترو. دي حاجات المهمه اتمنى ان احنا ناخد بالنا منها ان التغيير المراكز ما ياخدش من اللعيب. ولكن في المجمل مباراه انت كنت محتاجها جدا انك تشوف اخطاء قبل اي مباراه ثانيه. هنروح المؤتمر الصحفي. بيقول زي ما انت عارف دلوقتي انا بحب اتكلم على لعيبه موجوده معايا. احنا لعبنا ماتش بس لعيبه كانت موجوده, لعيبه كويسه, ولعبناش افضل مباراتنا, وده كان ظاهر جدا في النتيجه. الاداء الباهت اللي عليه والهجوم ليه اسباب كتيره انا ما بحبش اتكلم فيها. زي ما انت عارفين طريقتي, ما بحبش اتكلم على الحاجات غير داخليه. كابتن محمد مصطفى اتكلم عن البدايه السيئه للنادي الاهلي وانه ما كانش افضل حالاته. هل نجح الكابتن مختار بالفرد المفاجئ الهجومي في البدايه السيئه دي؟ بالفعل هو فعلا استغل البدايه غير موفقه بالنسبه للعيبه الاهلي, وقدر ان هو يعني يروح بالفراد في الاول. قدر محمود متولي انه ينقذ الهدف اللي ممكن يخش مرمى الفريق. وفي نفس الوقت كمان استحواذ خد التاج الحربي الاول, وقدر ان هو يعمل استحواذ على النادي الاهلي. الضغط وسط الملعب ما كانش بالصوره المطلوبه. بايلر طبعا حاجه كويسه ان هو بيعترف بدخول المباراه ما كانش على المستوى المطلوب. وفي نفس الوقت كمان عايز يقول ان هو
يعني حاجه ايجابيه انه يعني تم احراز هدف عمرو السوليه والتعادل افضل من ان انت تخسر خدت نقطه افضل من طبعا الهدف الاهلي انك تكسب الثلاث نقاط. الانتاج الحربي واضح انه كان يعني عايز اقول متجهز بشكل نفسي بشكل كويس جدا. النقطه كمان المهمه ان تشعر اللاعبين لا يعني عندهم الحته البدنيه برضه الى حد ما جيده مقارنة طبعا براحه لمده خمس اشهر ماتشات الانتاج واصابه لعيبه كورونا فتره اخيره. فكل الحاجات دي خلت شويه في شكل يعني تعاطف شويه مع الانتاج الحربي. لكن النادي الاهلي انا شايف الثاني ضغط على مرمى الانتاج الحربي بشكل قوي قدر يهدر الهدف السوليه في كذا فرصه ممكن سواء من كره ثابته او بعض الفرص ممكن كان استغل طريقه افضل كده. الحاجات اللي الاخيره كان ممكن يصنع عنها اهداف يعني. لكن هي مباراه انا اعتقد ان الدروس المستفاده او الحاجات اللي هيطلع بيها فايلر من المباراة دي اعتقد ان هي هتبقى حاجات كتيرة هتخلي احسن ان انت تجيلك مباراة كده بدري تطلع لك نقاط واخطاء تقدر تكتشفها وتشتغل عليها وتعليقها احسن ما تيجي متأخر يعني. بس انا شايف النهاردة في جوانب ايجابية وجوانب سلبية. الحاجات السلبية اكيد هشتغل عليها فايلر الفتره الجايه واكيد مع المباراه الجايه وفي فترات الى حد ما كويسه يشتغل عليها سواء حاجات فرديه في وقفات حاجات دفاعيه خصوصا في الضغط الجماعي مع وسط الملعب مع ضمام الجناحين جونيور وجيرالدو. الحته دي مع افشه لازم يبقى في خماسي وسط الملعب وانت بتدافع ما يبقاش بس اللي هي على اليوديانج وعمرو السوليه. لازم يبقى في تعاون كمان مع الثلاثي اللي هو تحت مروان محسن في حته الضغط عشان تقدر تحوز تاني وتجيب الكوره. النهارده كانت الانتاج في اوقات كتيره جدا بيهاجموا بيوصل للثلث الاخير بتاع النادي الاهلي. فدي برضه حته مهمه جدا اعتقد انه ما كانتش موجوده في الانبي كان بيتم عمل ضغط قوي جدا وكان خماسي وسط الملعب قدروا ان هم يقطعوا الكوره بشكل سريع وعشان كده الاهلي ظهر انه بيمتلك الكوره. طريقه لعب الانبي كانت مختلفه عن النهارده في افضل وقت يعني. طريقه لعب الانبي كانت مختلفه عن النهارده بس اعتقد لو الاهلي يعني النهارده خماسي نزول جونيور جيرالدو نزلوا مع ديانج وسوليا الضغط عموما حتى لو على الانبي او بصرف النظر عن اي من هما. لكن انا بتكلم على حته الضغط والتنظيم في الضغط. اعتقد ان كان الاهلي هيسترجع الكوره بسرعه. النهارده كانت تقعد شويه الكوره في رجل الانتاج الحربي بينقلوها في اوقات كتيره بريح تدي ثقه للعيبه هدف في الدقيقه 28 احنا في قعدنا حوالي 49 دقيقه قبل ما احنا هدف. النتيجه برضو بتدي ناحيه نفسيه ودافع للفريق. لما انت متفوق بهدف فهو النادي الاهلي معنويا بيقع يعني. بس كابتن هاني مستر فايلر الفتره كبيره جدا عن تحركات بدون كره. الفتره اللي فاتت كان بيتكلم عن تحركات بدون كره. النهارده شفنا على مدار الشوطين تحركات المهاجمين بدون كره. تمام طبعا تحرك من الكوره ده من اساسيات الكوره يعني. لعيب الكوره لما هيك صغيرين كنا بنتكلم. بص ده تراجع فريقك بعد ما جابوا الجول الشوط الاول موقفين. بص الراس زي ما الكابتن علاء موقفين كويس بشكل كويس. ايمن هنا التحرك لازم يكون طبعا جيراردو عارف يعني مشكله كمان في النقطه دي ان انت مش فاتح الملعب للاخر. تحركات لعيبه انت مساعد على فكره بالظبط مساعد الانتاج ان هو كله عليك كده. هو مفيش منفذ او مفيش مساحه تتحرك فيها.
لا هو بصراحه النهارده يعني شابول النادي الانتاج النهارده الكابتن مختار عمل فجأة زي ما احنا قلنا عمل جيد جدا قدر يخرج من يخرج ببوم ده مكسب طبعا للنادي الانتاج النهارده لكن برضو نادي الاهلي زي ما الكابتن علاء قال يعني النهارده اللعيبه يعني انا شايف ان هو اقل من 50% اللعيبه النهارده الحمد لله ان هم خرج من ماتش التنعتوالي ان مفيش لعيب خرج من الحمد لله ولا حد اشتكى من اي حاجه لكن الاداء نفسه النهارده اتفاجئنا الاول من كابتن مختار بالحته الهجوميه اللي عملها في اول المباراه مستر ما كانش طبعا متوقع خالص الشكل كابتن مختار هيبدا بيه لكن النهارده برضه يعني في بعض اللعيبه يعني ما كانتش دون مش عايز طبعا ان انا احمل حاجه لكن لازم برضو يعني في لعيبه في نادي الاهلي ايمن الفرصه مش هتجيلك كتير انت لازم تمسك الفرصه بايدك واسنانك انت ممكن الراجل في ثقه فيه ان انت تلعب ماتش وثلاثه لكن هيجي عليك وقت لو في حد مكانك خد الفرصه ومسك فيها خلاص انت هتخرج دورك كده بعد ما الراجل اللاعب مكانك ده يقعد تاني فلازم كل لعيب يستغل الفرصه النهارده مروان باين عليه مشدود جدا باين عليه عصبي بدليل ان الكره اللي خد فيها انذار دي ممكن ياخد فيها طار ما ينفعش انت لاعب تلعب رايكر في ماتش مهم مثلا زي الوداد الماتش في افريقيا او حاجه وتعمل حاجه زي دي هتكلف الفرقه كبيره بشكل جدا وهتضر زمايلك نفسك يعني تغيير النهارده بادجي الراجل حاول النهارده انا شايف ان هو احسن من الماتش اللي فات انا شايف ان ده لازم ياخد فرصه لازم ياخد فرصه شبه كامله ممكن يبدا ماتش مفيش اي مشاكل خالص مروان برده يعني احنا كسترايكر مثلا لما بتحس ان انت بتلعب على طول وانت مش قادر تهدف او ان انت ما بتجيبش جول بيجيلك حمول ان انت كده عارف هيلعبك كابتن علاء فبالتالي لازم يبقى في موقف لازم يعني المدرب لازم ياخد معاك موقف تعالى في مكانك ينزل يشتغل عشان انت تفوق تاني مش عيب ان انت تقع انا شايف ان الراجل يعني اتمنى ان المباراه الجايه عندك اسوان يوم الاثنين شايف ان ممكن برضه يشوف الراجل امكانياته جسمانيه قويه جدا ممكن يستغله ممكن برضه يعني يستغله ممكن في ماتشات معينه تحتاج واحد شفت النهارده الجون اللي احنا جبناه الراجل ما شاء الله عليه اسمه جسمه قوي جدا حط الكره هيدرز للثلاثيه حطها الحاجات دي ممكن تحصل في تجيلك زي دي في ماتشات معينه تغيير تويست برضه شايف ان هي نزل وليد عمل انتعاشه كبيره جدا في الخط الهجومي راجل خبره طبعا راجل عارف هو بيعرف يتحرك ازاي قدر ان هو ياخد كذا فاول على 18 يعني لحد ما برضه وليد برضه معانا جول عمرو السوليه بالظبط يعني لو جيت بص يا كابتن هتلاقي الكوره اتلعبت طويله طويله ما شاء الله عليه طبعا حطها السوليه يا خبط كل حاجه بس الفكره عامه فكره كويسه دي ممكن تحتاجها في مباراه مهمه زي الماتش اللي بعد الزمالك الراجل ده لازم يستغل برضه امكانياته دي فطبعا مبروك طبعا لنادي الانتاج البونت والنهارده ما نقدرش برضه نقول هارد لك النادي انا يعني برده التعادل مش خساره برده انت بتجرب زي ما حضرتك بتجرب دي برده حاجه لو في سلبيات لازم نشوف هي ايه بالظبط ونحاول ان شاء الله الفتره اللي جايه نحدد منها باذن الله. معانا ملعب كريم احمد مراسلنا بجد التحليل كان شوي كل نجوم التحليل كل جمهور النادي الاهلي اكيد طبعا النادي الاهلي حرصه وهدفه هو الثلاث نقاط لكن هنتكلم على المباراه مع كابتن سعد مدير الكره بقول لك ان احنا عندنا هدف اكيد هو الثلاث نقاط ظروف المباراه عايز نتكلم عليها اداء المباراه من وجهه نظرك يعني انت شايفها ازاي يا كابتن؟ يعني طبعا بسم الله الرحمن الرحيم يمكن دخول المباراه كانت مش مظبوطه يمكن تقريبا معظم الشوط الاول او بدايه الشوط الاول ما كانتش مضبوطه خالص دخلنا مباراه متاخر جدا النتيجه طبعا الحمد لله طبعا لكن في النهايه النتيجه مش مرضيه بالنسبه لنا نادي كره القدم الدوري اتخذ على ماتشات كتيره والدوري اتخذ على مراحل كتيره الحمد لله على كل شيء المفروض ان انت تستفاد من حاجات كتيره احنا اهم حاجه فكريا ان احنا نشتغل على المهمه ونشتغل على الفتره الجايه بطوله الدوري طبعا بطوله رغم ان هي ممكن نكون فريقين بعد مش قليل من النقاط لكن في النهايه
هي كره القدم لازم 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 تواضع تواضع مع كل فرق وفرق بتبقى قوي النهايه ليها وشين وش بيبتسم وسعيد وش تاني ممكن مع كل اجتهاد اجتهاد اللي تعبك تعبك كل حاجه لصالحك لصالحك يعني فلازم نشتغل بشكل كويس طبعا يعني هطلع شويه شويه واكلمك على امر مهم جدا بيهم امور النادي الاهلي اولا رمضان والصبح والكتير والامور اللي حصلت لكن يمكن انا كنت معانا شويه من شويه بقول يعني اللي اشترى الاهلي الاهلي النادي الاهلي بيقول النادي الاهلي ما بيسالش عليه يعني اتكلمنا على الامر ده كابتن شايف من وجهه نظرك تصرف في رمضان ازاي كابتن لا يعني انا من عاداتي ولا يعني خلاص خلاص طالما العيد ما بقاش في فرقتك او بيختار على حسب يعني ظروف تفكير او تطلع او اهداف فتره دي خلاص يعني كل واحد بيختار طريقه وكل واحد سكته دايما في الحال زي كده زي كده الواحد بيشوف ايه اللي هو بيعمله هو يعني اي حاجه في حاجه حصل لك او حصل لك حصل لك حتى في كره القدم انت الواجب بتاعك ايه مش هتستنى حد يعني يمكن انا عايز اقول بس كلمه حتى لينا احنا يمكن من 1907 حتى دلوقتي كنا عدى على تاريخ النادي الاهلي من اكثر من 500 لعيب يعني الكل بيجي وبيروح اللي بيقعد بيستنى شويه وشويه كل واحد بياخد خطوه الواحد بياخد المده الزمنيه او العمر اللي بيها لكن النادي هو اللي مكمل في فرق جدا بين ان انت تبقى في مكان ممكن يعمل لك بطولات وتاريخ النادي او حد تاني بنفس كانديه كوش رايه مش الاساس في عالم قدم القدم البطوله مهمه لازم تكون كوش رايه تبقى سبب من الاسباب لكن مش هي كل الاسباب فتره من فترات كان ريال مدريد عنده بوستان وفيجو ورونالدو البرازيلي كمان يعني ومع ذلك كان هي المسيطره فتره من فترات كان في كوش رايه حتى في العالم كله لو الدوري الانجليزي مانشستر يعني بيشتري لعيبه جدا من ليفربول هو بطوله الدوري عايز اقول طبعا يعني مهم جدا ان يبقى تعرف تجيب اللعيبه اللي انت عايزه في النهايه البطوله نفسها ومطلوبه بتيجي في نادي معين النادي ده يعني صاحب تاريخ صاحب شعبيه صاحب شخصيه سواء كان على المستوى الافريقي او المستوى المحلي او المستوى العربي انا ما بشوفش اي حد بيفكر طبعا كل واحد له اتجاهاته واحد له ظروفه كل واحد له حساباته الخاصه انا بتكلم على الاصل اللي موجود في النادي يعني فعندنا شغل لازم المجموعه اللي موجوده بل المجموعه اللي عندنا شغل جدا لازم نشتغل نفسنا ممكن الفتره دي او المباراه دي جت وقتها بشكل كويس قوي كل واحد يبقى عارف الدور اللي لازم يعمله ويعرف نقاط زي ما قلت ليها وشين المهم جدا ان احنا نشتغل عليهم النقطه الثانيه طبعا هو محمل الكهرباء طبعا خروج التاخير بالاخير للفيفا لكن عايز الاهلي ماشي وتعاطف كل الامور النادي الاهلي صح حطينا في الاجواء والامر بتاع تغريم المالي ده ازيك يعني ممكن انت تتكلم كده في ناس تطلع في ناس تقول لا الموضوع بالنسبه لكم كان في ترتيب ولا حاجه جاء قرار بينصفك بتفكيرك وطريقتك واسلوبك في التعامل يعني كهرباء عن الاوراق والمستندات تثبت صح اول قرار اللي اتخذ معاك كان النادي الاهلي من اول يوم يعني طبعا المشرح بكره تدريب لان خلاص عندنا مباراه يوم يوم السبت يوم الاثنين مع اسوان خلاص يعني طبعا زعلانين طبعا عن مهمين جدا حتى لو كانت الحسابات مختلفه لكن زعلانين طبعا عن الاثنين لكن مش تاني هضرهم لازم تشتغل بشكل كويس وتحضر زي ما قلت يعني الموضوع ما بقاش كبير وصغير فرقه ضعيفه وفرقه قويه مش فرقه يعني عندها امكانيات وقدرات اقل احداث المباراه ساعدك ممكن ما ساعدكش بينالتي اللي جالنا ممكن يساعدنا في البدايه لان هي كره القدم يعني فاحداث المباراه هي اللي دي الاهميه او هي القوه المباراه سواء كانت متيسره وسهله بالنسبه لك او بتصعب عليك فكل مباراه لازم تعملها حساب لها يعني تفكير وتركيز لان هي ده اساس كره القدم زي ما ليها او فيها متغيرات لها ثوابت اولها واخرها وعشان تمشي صح تحترم كل الناس يعني شكرا كل الشكر على طبعا الكبير سيد مدير الكره بيعني النادي الاهلي طبعا تصريحات اكيد مهمه جدا لجد السيد عوده لك ايمن مره ثانيه جزيلا كريم احمد مراسل ملعب المباراه كابتن علاء برضو السيد بياكد على الدخول بدايه سيئه للاهلي في المباراه بص يا ايمن
اقول لك حاجه هو احنا في حاجه حصلت في الاستوديو هنا الحمد لله دي حاجه كويسه. احنا اتكلمنا نفس اللي في المؤتمر وكمل عليها سيد واتكلمنا ونفذنا خطنا كل حاجه. ودي على فكره يمكن حاجه صحيه جدا. احنا في النادي الاهلي وعايزين لكن لكن في سلبيات حصلت النهارده بتنقدها اكيد باسلوب كويس ومش عايز حاجه دايما الاحسن. فبدل الكلام اللي احنا تقريبا كنا في الاستوديو سيد تكمله لي تكمله الكلام اللي هو سمعناه. فدي انا بشوف ان احنا كويس الحمد لله في الاستوديو النهارده. اهم حاجه في بدايه اي مباراه ايمن الدخول في المباراه دايما كده لازم مباراه قويه جدا. لو معاك الكوره حافظ على الكوره حاول تعمل هجمه خطر في اول دقيقه شوطه حتى لو مش مؤثره المهم انت ضاغط الفريق الثاني او لو انت مش معاك بسرعه واضح من البدايه ان انت النهارده صعب جدا بتيجي عليك اثر سلبي انما هو بيتحليه قوي يعني هو حتى لو كان داخل مباراه الان شويه من الظروف اللي عدى بيها اللي جت في صالحه وما جاش في صالح النادي الاهلي. يعني المفروض الطبيعي النهارده ان الظروف كلها تبقى عكس الانتاج. مظبوط لكن لا الظروف كلها النهارده مباراه كلها راحت للانتاج. بدايه مش موفقه من لعيبه النادي الاهلي تركيز قليل قوي انفراد في اول دقيقه بالنسبه للانتاج. انت في الملعب كلها كوره انت تعلى قوي لا الموضوع بيعليك جدا انت بتلعب النادي الاهلي نازل قلقان الان بيجي في جول بدري والموضوع يبقى النهارده نتيجه عاليه وانت عارف قوي ان انت بعيد مباريات بدنيا عندك مشاكل طالع من كورونا العوامل كلها هي تقل الانتاج تحس ان هم نازلين قلقانين تعليك انت قوي لا حصل بقى النهارده اللي اكيد بدل هيعلى وحتى نوه كده في ده الانفراد اللي محمود بدايه المباراه انت بص بدايه المباراه انفراد يعني انا حاول طلع معلش هاني انفراد متولع على الخط كويس فتخيل واحد كمان احمد عبد الفتاح اللي جاب الجول تخيل هدف لو جاب الجول كمان في اول هجمه انتاج كانت الامور بقت صعبه عليك قوي اول هجمه اول بالظبط اول دقيقه يجي في الجول وانت يعني النادي الاهلي بيدفع حارس مرمى منتخب مصر فبالنسبه لك هتبقى حاجه مش كويسه حتى معنويا كانت وحشه قوي متولي لحق الكوره ومباراه الشوط كامل اللي انا كنت متخيله الكوره دي ايمن ان هلاقي طوفان انتفاضه اللي هو النهارده اليوم السهل ده انذار مبكر جدا ده انذار جالك وانت لسه بتسخن انذار مبكر اول دقيقه كوره بتطلع على الخط لا التفكير لازم بسرعه بس للاسف دايما مشكله اللعيب مثلا لعيب كوره مصري انه عشان يرجع بسرعه على الحاله بتاعته ياخد وقت كبير قوي. انت خدت شوط كامل تحاول تلحق ترجع لحالتك حتى حالتك الطبيعيه حتى تتاكد من صحتك تلتزم بالكلام اللي قاله مستر حاول تقلل التمرينات الخطا لا خدت وقت كتير قوي. والشوط الثاني بقول لك بس حته الشوط الثاني اللي خليت عايز تكسب ان انا النادي الاهلي دايما عامل رهيب لكن النادي الاهلي لا ما ينفعش اخسر. هي دي الحاجه اللي انت بتموجود في النادي وانت اول ما تخش النادي بيبقى موجود فيك على طول. ما ينفعش اتعادل النهارده النادي الاهلي هي دي الحته اللي عارف حته الكبرياء انك انت ازاي يعني مغلوب واحد وانا النادي الاهلي وانا على البطوله واحسن فريق في مصر اكيد طبعا يعني فايه الحاجات دي اللي علقت في الشوط الثاني لكن اخطاء موجوده اخطاء برضو موجوده التمركز مش حلو التمركز مش كويس المساحات برضو في مساحات غياب حته نص الملعب موجوده كل الكلام ده كان موجود لكن رغم كل
الاخطاء اللي النهارده في اليوم كله انت تعادلت وكنت ممكن تكسب ممكن تكسب لكن حلو حتى لو كسبت النهارده لازم تعرف انك عندك اخطاء لازم تتعالج. المكسب ممكن يغطي على الاخطاء مع فايلر لا اعترف حتى لو كسبان يقول لك انا النهارده كسبان بس النهارده انا مش كويسين عندنا اخطاء بس على فكره ما بيحصلش يوم زي النهارده كده يعني الاخطاء برضو يعني المشاكل او المشاكل مش كتير, تعادل لكن ما كانش حصل خساره مشكله حتى نفسيه اللعيبه نفسها كابتن عادل يحصل نادي الاهلي العوده بالقوه في الشوط الثاني وخصوصا بعد التغييرات يمكن احنا كنا قاعدين بره نتفرج وانت قلت الماتش هيتقل اول ما المان ينزل وده اللي احنا شفناه فعلا يعني هو كان متوقع ان الشوط يمشي بالشكل ده بدنيا سابق شويه وفي حته بدنيه برضو كنت عايز اقول برضو قبل سليمان ان ممكن تبدا بعد فتره طويله تبدا تعمل الجيم والجيم اللي بعد عندك اجهاد التحميل بتاع الشغل بدل انت اشتغلت وده ممكن يظهر وده بيبقى في تفاوت بين اللعيبه يعني ممكن يبقى موجود عند ديانج ومش موجود عند السولية ممكن يبقى موجود عند قفشه فالاحمال بتبقى بنسب متفاوته تأثيرها بيظهر امتى بيظهر ويخرج باللعيبه امتى الحمل البدني ممكن يخرج من اللعيب او اللعيب يكتمل بدنيا بعد 4-5 ماتشات في لعيب كان يقعد 7 ماتشات في لعيب ممكن يقعد ماتشين فده قبل الفتره الجايه هتقابل تفاوت في المعدلات البدنيه لان احنا كنا بقالنا فتره كتير مريحين كان في خمس او اربع شهور من غير اي حاجه فدي نقطه والشوط الثاني الاهلي فرق شويه بدنيا ولكن بدنيا مش في الجري بدنيا في كمان تصرفاتك في الكوره والقرار القرار برضه بالك البلك العامل البدني بيأثر في القرار انت ممكن تجري لكن مش قادر تعمل الكوره بالطريقه اللي انت عايزها بشكل كويس جدا انت لما بدل تكمل الكوره بتطلع زي ما انت عايز لكن كم الجري هيبقى موجود يعني ممكن تجري 12 كيلو تبقى انتاجهم عالي جدا في الكوره وممكن تجري 12 كيلو ممكن اكتر كمان بس مش عندك في الكوره وده جزء منه تغيير مراكز اللعيبه وجوده سليمان اللعيبه يعني انا بقول بقولها ان وليد سليمان الجيل اللي فات ده كان عنده شراهه هجوميه مش طبيعيه طول الوقت عايز الكوره 18 طول الوقت هو موجود لو اتفرجت على الجون الودي هتلاقي ان وليد سليمان اكتر واحد موجود جوه 18 سجل هدف واكتر لعيب موجود جوه 18 في العرضيات في الحاجات البدنيه فهو اوريدي متبرمج على ده شغله هو ما بيعملش حاجه زياده لكن هو دي بقى طبيعته هو برمجه ان هو موجود جوه 18 موجود في مكان لا الكره تخش 18 الكره دي تخش 18 لحد يعني ما قل ودل وليد سليمان وصل لمرحله ما قل ودل مش هيعمل مجهود كبير قوي بس اللي بيجيله هو عارف اشتغل فين ودي بتيجي مع الخبرات في نقطة إيجابية تانية برضه بتبدع للمباراة رجوعك برضه إيجابية خد بالك بتديك عنصر بتديك جزء بدني فوق ما انت متخيل انك تبقى خسران وتحاول تبدع طول الوقت فده برضه عامل بدني ما ينفعش نخفله فده برضه جزء من الحاجات الكويسه اللي هتخليك بدنيا في الفورم في الماتشات اكتر وده كويس برضه ما تبقاش طول الوقت حاسس انت هتكسب وماشي كويس فلا دي حاجه كويسه جدا وحاجه تانية برضه في انك دخلت مباراه متاخر لما تكون انت داخل مباراه نفسك انك على طول هتهاجم نشوف الكوره الهدف الكره الانفراد الاولاني بتاع الانتاج الكوره اصلا وضع هجومي الاهلي واتقطعت وكان وضع هاني تمركز هاني الدفاع ما كانش دفاع كان تمركز هجومي وردتهم لمكانه تاني الوقفه الصح كانت فيها مشكله لو الكره انت لو جبت الكره دي كره ثانيه مقطوعه هتروح بعد الملعب معانا الكابتن مختار كابتن مختار دل على السلامه كابتن مختار السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك على قناه الاهلي السلام يا كابتن مختار الله يخليك يا عم الامل الامل الكابتن معاك الحمد لله على السلامه كابتن السلام عليك الله يخليك يا حبيبي فاجئتنا النهارده بصراحه كابتن مختار ده كمان ايوه صحيح احنا كنا متوقعين ان انت اول ما تنزل المباراه هيبقى في دفاع ضاغط نص ملعبك ولكن فاجئتنا ان انت من اول ثانيه كنت بتهاجم هجوم النادي الاهلي نص ملعبه والله
بس برغم الغيابات والاصابات الكتير ما حسيناش في الشوط الاول بالذات ان الفرقه ناقصه حاجه. بالعكس حسين ان الفرقه يعني قريبه جدا من النادي الاهلي وما كانش في وقت جدا هي خدته في الاعداد ان الفريق واقف على رجليه فعلا. والله ده توفيق من العالم ودي يعني واحد بشكر عليها ثم لعبت عليها. خلي بالك فاتت معظم شغلي نفسي يعني ماجد اشتغل معانا الايام اللي انا ما كنتش فيها لكن انا لما جيت كل شغل اللي انا بشتغل مع الاولاد نفسيا ان انا احاول اعلي نفسيا وان انا حاسس بقيمتهم وان الكوره يا اولاد كتير قوي فيها حاجات يمكن يعني هايله جدا ترجع لجدعان والاداء. وده الحاله فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبمرحبا بخبيرنا التحكيمي والمحاضر الدولي كابتن ناصر عباس. بركه كابتن ايمن وتحيه لكل الموجودين كابتن علاء كابتن يوسف كابتن عادل وكابتن علاء بالتوفيق ان شاء الله وشوف حضرتك عايز نبدا منين. عندنا الاول تحكيم المباراة النهارده كان محمود عاشور حكم دولي وليه خبرات كبيره جدا وكان مع مساعد الاول يوسف البساطي والمساعد الثاني كان احمد نوفل وكان مع الحكم الرابع كانتر السالم دولت كابتن ايمن في الملعب. عندنا في غرفه الفار كان الحكم الكبير جهاد جريشه وممكن انا بسني على نجم في هذا القرار ان هي حكم كبير الفار ليه من الخبرات كده ان هو يوجه الحكم. في ايجابيات للفار وسلبيات وهنقول الكلام ده خلال الحالات اللي جايه. كان مع جهاد جريشه طبعا الحكم ابراهيم محبوب كان يعتبر اي ار اللي هو الحكم الفيديو. نشوف البدايه احنا قلنا كابتن ايمن ان الفار بيتدخل في الحالات الواضحه
الظاهره الغائبه عن الحكم زي هدر هدف مش هدف مش هدف زي ركل زي ركل جزاء زي بطاقه حمراء مباشره او الهوية المفقود. نروح للحاله دي مهمه جدا ونشوف هنا هل الكره تخطت خط المرمى ولا لا. امتى كانت الحكم حسب الهدف لما تعبر الكره بكامل محيطها بين القائمين وتحت العرضة خط المرمى اللي احنا بنتكلم فيه. هنفتح زاوية الأولانية مخرجنا الكبير. تمام ستوب هنا كانت هنا شوية كده بس هنا اللاعب هنا نجح ان هو يلعب الكره قبل ما تعدي الخط ده كابتن ايمن وقلنا لو ان في جزء ما زال موجود يبقى الكره ما زالت في اللعب وبالتالي هنا بشيد بيه حكم المساعد رقم واحد شيل ايضا بيت الفار في ان الهدف ما كانش فيه هدف وكان القرار صحيح بالنسبه للفار. نشوف الحاله بعد كده اللي جايه ستوب قلنا التحرك والتمركز. كابتن يوسف دايما عندك قراءه للعب كحكم. انا النهارده كحكم مفترض الكره جايه من الناحيه دي وهتعمل باص هنا. انا كحكم مفترض ان انا اخد خطوه يرجع ورا يخرج من محيط اللعب ما بقاش في مسار اللعب. النهارده بتكلم عاشور يبقى لازم يكون عندك قراءه انك انت تخرج ان ايه ممكن هنا تيجي وتعطل اللعب وبالتالي هنا التحرك كان يجب افضل من اللي موجود. هنمشي شويه باللعبه هنمشي طب يلا ناخد الحاله الثانيه اوكي ستوب هتجيب لمس حضرتك الكره لاحظت الكره بالكره من مدافع الانتاج مخرجنا العظيم ونشوف تمركز الحكم ايمن هنا هل هو كان عنده القدره ان هو يشوف الكره ولا لا. من زاويه ثانيه ونشوف الكره ونشوف وضع الايد. خلينا نتكلم النهارده كله بيشتغل على وضع الايد يا كابتن. نمشي ماشي هنا بس كابتن هنا تلاحظ الايد كانت مضمومه هنا في الجنب وبعدين هنا الحركه اسمها حركه بتاعتنا علاء من طلعت هذه الحركه انا بحسب اللعب عليها. قلنا لو ايدك في وضع طبيعي والكره بتصطدم فيها يستمر اللعب ولكن في هذه الحاله طلعت كبرت محيط الجسم وقفت في الكوره وبالتالي هنا هروح لتمركز الحكم كابتن بيبو نشوف هو كان عنده نشوف ولا لا لان هنا حاله مهمه جدا لو النهارده نشوف عاشور وتمركز هل هو كان عنده القدره ان هو يشوف الكره ولا هنا عاشور طبعا هنا بص فين بص كابتن هنا هو بيبص مفترض انا بص هنا ايمن وبالتالي انا كان يجب على عاشور في هذه الحاله ان هو يطلب سفارته ركز ركله الجزاء هنا انا بحيي الفار بامانه النهارده الفار حاله زي دي كانت تعدي من حكم الفار وكان ممكن يبقى ركله الجزاء غير محسوب. طبعا هنا جريشه حكم كبير وبالتالي هنا قال له في الكوميونيكيشن سيستم تعالى شوف الحاله نفسها القرار وبالتالي القرار كان سهل جدا. قلنا وضع الايد انا بحسب اللعب على وضع الايد هل وضع طبيعي ولا مش طبيعي وبالتالي شايف ان ركله الجزاء كان في تعاون كبير جدا كابتن ايمن تعاون كبير جدا ما بين الفار وبين الحكم في هذه الحاله المهمه. سؤال بمناسبه الفار يا كابتن اتفضل هو هل الفار ساعد الحكم يقول له ده ياخد انذار او ده ياخد طر؟ سؤال جميل جدا كابتن. طبقا للبروتوكول الفار يتدخل في البطاقه الحمراء مباشره وليس الانذار الثاني كابتن محمد. يعني البطاقه الحمراء مباشره انا اتدخل في انما الانذار الثاني لا في حاله هتيجي مهمه جدا فاهم الحكم 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 انما هو تقنيا احنا قلنا اربع حاجات هدف ليس هدف ركله الجزاء او ركله الجزاء بطاقه حمراء وليس الثاني اخر حاجه الهويه المفقوده للاعب. نشوف التركيز هنا مهم جدا مخرجنا العظيم في حالات في حوالي اربع حالات
يستخدم في الفار فقط. هدف هدف او ليس او ليس منع هدف هدف ضرب الجزاء ضرب الجزاء تقريبا ضرب الجزاء او شكل الجزاء او شكل الجزاء وبطاقه حمراء وليس وليس الانذار الثاني يعني مش اي حاجه اي حاجه انا عاوز انا عاوز حاجه مهمه كابتن يعني عند البعض المفهوم لابد ان هو لابد ان هو يتغير مش كل الحالات التحكيميه الكبيره تدخل اطلاقا اطلاقا غير في الحالات الفائته الغائبه الواضحه مهمه جدا مهمه جدا الحكم الحكم مش فاهم وبالتالي هنا الفار بيتدخل خلينا نشوف التنفيذ هنا ومهم جدا جدا التنفيذ كابتن احنا قلنا ساعه التسديد هنا التسديد هنا هؤلاء اللاعبين كلهم اي لاعب بيدخل يختارك هذه المنطقه هنا على حسب الكره لو الراجل الاصفر هنا الانتاج دخل هنا ساعه التنفيذ الكره صدت من الحارس هنا الحكم بيعيد مره ثانيه انما لو جت انما لو جت هدف يبقى مفيش مشكله شايف التنفيذ طبعا عنده قدره وعنده سيطره على منطقه الجزاء وبالتالي هنا كان التنفيذ لحد كبير كان طيب لو لعيب من الاحمر هو اللي دخل الكره دخلت بالظبط بالظبط ولو دخلت بتعاد دخلت دخلت كابتن ايمن كابتن ايمن متحكم اكيد طبعا سواء دخلت او دخلت ما دخلتش بتعاد ماشي اوكي خلينا نروح الحاله اللي بعد كده المهمه المهمه هنا هنا كتير جدا جدا هنا رابط ما بين الحاله الاولى والحاله الثانيه وحاول الفرق بين الحاله الاولى والثانيه اللي هي كونسيدريشن اللي هي الاعتبارات اتخاذ القرار الحكم ما خدش القرار نشوف هنا كابتن هنا وضع هنا وضع الايد كمدافع كابتن يوسف وضع مدافع طبيعي يعني انا حاولت ايدي فين انا بجري وحركه وبالتالي الايد ما طلعتش ما خرجتش من خارج الجسم وبالتالي هنا وضع طبيعي وكان قرار عاشور ممتاز في هذه الحاله وهنا في الكونكشن سيستم هنا الايد هنا الايد في الجنب صح ما خرجتش مش زي بتاع هنا الايد هنا كابتن هنا في الجنب ما خرجتش هنا ليس وجود ركله جزاء لصالح حاول يحاول يدمنه الشاهد وراه صح اوكي دي الحالتين اللي البعض ممكن يقول لنا اشمعنى الحكم الاولانيه ما حسبش الثانيه هنا كان هنا كان برضه تدخل وتدخل تعاون جدا بين الفار والحاله الثانيه هنا طبعا ليس وجود ركله جزاء وقرار الحكم الفار كان قرار صحيح 100% نروح للحاله اللي بعد كده حاله من الحالات المهمه جدا ايمن الهدف الحكم المساعد هنا كان ممكن يرفع في اللحظه اللي هو رفع الحكم المساعد هنا ايه نقول له ايه طالما التقنيه موجوده ايمن كابتن يوسف ايوه نقول له احتفظ بالقرار اللي انت خدته لحظه اللعب سواء انت هترفع مش هترفع واستنى لحد ما تتم وبعد كده شوف قرار الفار هل الفار عنده الخطوط يقدر ان هو يقدر يقول كان في تسلل هنا حكم طبعا قرار القرار وبعد كده رفع ولكن هنا الفار طبعا صح للمخالفه وهنا تبقى الهدف صحيح للنادي الانتاج وده برضك لو مش موجوده كان الحكم صعد رفع وكان لغى هدف في المباراه حالة بعد كده هنا بنتكلم على تهور مال استخدام القوه الزائده كابتن يوسف حد مدافع تاكلينج بتميز 100% صعب انك تلعب الكوره يعني اي لاعب بيعمل تاكلينج صعب ان هو يروح مركز ان هو يلعب وبالتالي بقى في ريسك على اللاعب في هذه الحاله هنا طبعا شايف ان هنا الدخول بالقدمين نقول دي مهاجمه وفي القانون هنا اقصى درجات التهور وهنا الصفر الصفر مستحق في هذه الحاله كلامنا لمروان يعني الكره لا تستدعي انك انت تاخد فيها انذار دي في الثلث الدفاعي كابتن ايمن يعني مش محتاجه انك انت ولا خطا فيكي ولا هتعاقب بهجمه وبالتالي هنا كان يجب انك انت تحلق اوز على اللعب نعدي هنا وستوب دايما قلنا تمركز من فضلك يا كابتن عادل عند حكم اقرا المباراه لان من غير ما اقول انا هخش محيط اللعب طبعا عشان بذل المجهود جدا ولكن الحاجات دي احيانا المشكله النفسيه للحكم في الملعب وتبقى مشكله انا بقول عشان من فضلك ابعد عن الدايره دي كلها وتعالى هنا خلي ايمن في حوزتك مع الحكم المساعد اوكي نروح للحاله اللي بعديها
حاله من الحالات يعني عاوز اقول ان هي حالات صعبه جدا. وكان السؤال حتى سؤال مهم جدا في البدايه، قلت لي هل الفار يتدخل في الانذار ولا في البطاقه الحمراء؟ اتمنى بس كابتن علاء تكون معايا في اللعبه دي مهمه جدا جدا. هنروح مخرجنا العظيم نمشي ستوب هرجع بس سنه صغير. ثبت الصوره شوف يا كابتن هنا الرجل طالع فين. استرز دوت في مشكله. خلي بالك الوجه ده منطقه حساسه جدا، منطقه حساسه بالدخول ده كابتن ايمن، كابتن يوسف في الوجه هنا ده طبقا لقانون بطاقة حمراء مباشر. طبعا بطاقة حمراء مباشر. ليه؟ مفيش لاعب ابدا بيلعب بهذا الوضعية هو بيلعب يرفع رجليه على فكرة. لا كابتن انا هنا بقول يا كابتن ايمن، هنا لو احنا بنشتغل بالاعتبارات هنا الحالة بطاقة حمراء مباشرة، واعتقد لو رجوع للفار هنا يمكن كان يجب وهنا الحالات الفار ايجابيه وحالات يمكن بعض الحالات السلبيه، كان يجب على الفار ان يتدخل في هذه الحاله، لان هنا بتعتبر الوجه ده منطقه حساسه، وبالتالي هنا مباشره هنا بقول ان هو يرجع الحكم وبالتالي، ولكن بشكل عام ايمن جهد مشكور لهذه المباراه، الحالات كتيره والحكام كان على مستوى كويس، نتمنى ان شاء الله ان احنا اخطأنا ماتش ورا ماتش. شكرا ايمن وبشكرك الله يخليك. محمد يوسف باقي يومين بس والنادي الاهلي عنده مباراه مع اسوان يوم الاثنين، يقدر ازاي مستر فايلر يعالج الاخطاء اللي كانت موجوده النهارده خلال يومين دول بس؟ جو طبعا الوقت ضيق جدا، الزمني قليل جدا، وبالتالي هيشتغل حاجات نظريه كلها، مش هيقدر يصح حاجات في الملعب بشكل يعني مكثف قوي، لان طبعا انت عندك النهارده بتتكلم سبت وحد وهيلعب اثنين هيبقوا يعتبر ريكفري استشفاء، يعني مش هيقدر يشتغل حاجه فنيه جوه الملعب، بس هيقدر طبعا من خلال محاضرات، من خلال شغل فيديو اجتماعات ومحاضرات فرديه وبشكل جماعي كخط مثلا نتكلم على ظهر الظهر بشكل يعني مركز قوي ممكن يعمل حاجات من خلال الفيديو ده الحل الوحيد اللي يتكلم فيها الاخطاء، لكن ممكن بعد كده من خلال بعد مباراه الاثنين مع اسوان يقدر عنده ممكن خمس ايام لغايه مباراه الزمالك، فممكن في الحاله دي يقدر شويه ممكن عندنا تمرين يشتغل فيهم. انت برشلوني مش كده؟ انا بشجع برشلونه. طيب كويس مبروك النهارده. نعم لحد النهارده مبروك للبايرن. انا دائما بشجع حتى النهارده. هو ده الاخلاص عليه. شد برشلونه. خلي بالك احنا هنا نجم استوديو معانا جاب جول برشلونه. ما كانش قصده بس عموما كده وصل لنهايه استوديو النهارده، ونشكر جمهور كابتن علاء ميهوب، الف شكر كابتن عادل مصطفى، الف شكر جول اهو يا ابني شكر معاك كابتن عادل مصطفى، الف شكر كابتن محمد يوسف، الف شكر كابتن هاني العجيزي، الف شكر، والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي مره اخرى واستوديو تحليلي اخر، لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.